ايوه كده استحميت خلاص. ماما. نعم يا صح. اشمعنى النهارده بس اللي هتاخديني معاكي الشغل؟ لا من هنا ورايح يا حبيبتي هاخدك معايا الشغل على طول، علشان انتي بتصعبي عليا لما اسيبك في البيت لوحدك. ماشي. بس عاوزه اقولك على حاجه، اي حد يتكلم معاكي تقولي له حاضر ونعم، يطلبوا منك طلب قولي حاضر، مش عاوزه اسمع منك غير كلمه حاضر ونعم. تخافيش، انا مش هعمل لك مشاكل، بس وانتي شغاله كده ماما بعتي لي سندوتش عشان جعان. حاضر اللي انتي عاوزاه. ماشي ماشي، بس تقولي ايه؟ حاضر ونعم. ماشي. خلصتي مذاكرة يا أمنية؟ اه يا ماما خلصت مذاكرة. وانتي يا مكة؟ خلصت يا ماما مذاكرة. كل حاجة تمام؟ اه. خلاص تفطروا وتلعبوا شوية وبعد كده تخشوا تذاكروا تاني. ماشي يا ماما. جدعين شاطرين يا حيوان. صباح الخير يا مدام. صباح النور يا ام طاهر، عاملة ايه؟ الحمد لله صباح الخير. صباح الخير. ايه اللي اخرك كده النهاردة؟ معلش المواصلات، جبت سحر معايا النهاردة. ازيك يا سحر، عاملة ايه؟ الحمد لله. نورتي بنتك. هي دي بنتك؟ ايوه بنتي سحر. سحر؟ اه هتشتغل معايا لو في البيت، لو عوزت حاجة هتعملها معايا. لا ما تشتغلش خالص، هي تقعد زي أمنية ومكة. هي انت عارفة شغل بيتك اعمليه، هي لسه صغيرة بلاش تعمل أي حاجة. خلاص اللي انت عاوزاه. ماشي. اقعدي يا سحر هنا بقى. ماشي. ماما عايزة سندوتش. ماشي هجيب لك سندوتش. بصي يا ام سحر لو جعانة أو هي محتاجة أي حاجة خش اعملها لها عادي، مفيش أي مشكلة. ربنا يخليكي يا مدام. ماشي. اقعدي هنا ما تتحركيش من هنا. تعالي بقى أقول لك سندوتش ايه النهاردة. ماشي. مكة. ايه يا أمنية؟ انا قاعدة زهقانة بس انا عايزة اقولك على حاجة. قولي. البت دي بتضحك اوي، ايه رأيك نخليها تضحكنا شوية؟ يلا. سحر. نعم. احنا عايزين نضحك شوية. ماشي، انت اي حاجة تطلبيها مني اقولك عليها حاضر ونعم، ثم ما قالت لي اي حاجة يطلبوها منك قولي حاضر ونعم. مامتك قالت لي لو احنا طلبنا منك اي حاجه لازم تقولي حاضر ونعم. اه. طيب ماشي. طب غني كده. غني ايه؟ غني بسرعه عشان ما اقولش لمامتك. اه. ابا احمد خدني كوفير، ابا احمد دفعني، ابا احمد عدل كوفير، ابا احمد شحن عدل، ابا احمد خد التلاجه، ابا احمد خد الاسلحه، ابا احمد 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 ده أغنية. أغنية؟ طيب تعرف ترقصي ولا لأ؟ بعرف. طب وريني كده رقصك؟ بعرف. رقصي هندي ده؟ ما بعرفش أنا غير كده. أنت بتعرف ترقصي هندي ده؟ أهو مامتك. لا استاذ امنيه ما تخافيش. اسمعي كلامي. هسمع كلامي. مهما حد يكلمك ما ترديش عليه. حاضر. كانك بالسمعان. حاضر. مالكيش دعوه بالكلام اللي انا بقوله. ماشي. في حاجه هناك هي رش عليها الميه. حاضر. ايه بنت انت مجنونه ولا ايه يا بنت؟ ايه امنيه؟ مين دي امنيه؟ معلش يا حاجة. ايه ده؟ معلش يا حاجة هاني، اصل هي بنت الشغالة وبعدين مجنونة. حول ولا قوة الا بالله. حقك عليا معلش. خلي بالكوا على نفسيكوا. طب منها يا بنت دي. بس. ده ايه ده؟ بس. ايه المجنونة دي؟ انتي كده جدعة. ماشي. فاضل شوية مية، لو حد تاني عدى رسوم عليه. لا انا هملقولك تاني. تعالي. ماشي.
انا هصورك دلوقتي فيديو وانت بتستحمي بهدومك كده. حاضر يا استاذه. مش عارف بالشمس. حاضر. ماشي ماشي. بس اقولك على حاجه. ايه؟ قبل ما تستحمي في بنت جايه اللي هناك دي. اه مش عليها ميه الاول. حاضر. بس مش كرمانه كلها. مش عليها بالبتاع دي. ماشي. ازيك يا بني؟ ازيك؟ ايه ده؟ ليه كده بس؟ ايه ده يا بني؟ امشي بسرعه، انت مجنونه مجنونه. ايه يا ماما؟ استحمي بقى. واحد اثنين ثلاثه. استحميت خلاص. كبي على حد تاني ميه. هتكبي على مين؟ المجنونه. حمي نفسك فحميت نفسي. ده انتي بتهزري بقى. عارفه يا ماما زعلانه منها قوي يا ماما. رشت على غزل ميه والحاجه هند ميه. يا نهارك ابيض. الحاجه هند وغزل. انا هدخل اشتكي لامك حالا. ماشي. شكلها مجنونه يا ماما. رش تاني عليا. كدب بقى. فين هي يا غزل؟ هي مجنونه. انت يا بت كبيتي على غزل ميه ليه؟ على فكره ما تتكلمي. كبيتي عليها ميه ليه؟ على فكره يا استاذ محمد ما كبتش على غاز المية بس، وعلى الحاجة هند كمان. والحاجة هند كمان؟ اه. هي مين دي؟ دي بنت الشغالة بس هي مجنونة. دي بص دي حمت نفسها بالمية. انت مجنونة يا بت؟ طب امها فين يا امنية؟ مامتها عندنا في البيت. بس خلي بالك البنت دي خطر تقعد معاكم. تعالي ناديلي امها. ماشي. تعالي. تعالي يا مصحى شوفي بنتك بتستحملي في الجنين. ايه يا امنية؟ ايه يا استاذ محمد خير؟ ينفع كلام امنية؟ انا بناتي قالوا لي على اللي حصل وحقك علينا. ينفع اللي بنتك عملته ده؟ البنت خايفة كبت عليها مية. انت عملتي كده ليه يا صح؟ مش انت يا ماما قلتي لو حد قالك على حاجه قولي حاضر ونعم. حاضر ونعم ايه؟ دي غرقت الحاجه هند وغرقت غزل وكانت بتستحمى في الجنينه. ايه حاضر ونعم على ايه؟ فيدي بنتي دلوقتي حصل لها حاجه اعمل ايه انا دلوقتي؟ على فكره يا ماما الدليل اهو يا ماما. بصي يا ماما. بصي بنتك. بصي اتفضلي. دي مجنونه والله. بابا يا بابا مش ليه عملتي كده يا سحر؟ ليه عملتي كده يا سحر؟ ماما هم قالوا لي حمي نفسي حميت نفسي. هم قالوا لي كبي على غزل والحاجه هند ما كبيت عليها ميه. انا قلت لك كده. انت عملتي كده يا امنيه بجد؟ لا يا ماما انا عمري ما اعمل كده. يا ماما قلت لي كدب بقى. يا ماما انت قلت لها كده بجد؟ لا يا ماما هي اللي عملت كده يا ماما. شفتي يعني ماما كمان هي يا ماما. بصي يا ماما. بصي يا ماما صح لو سمحتي تاخدي بنتك تروحيها دلوقتي ولو سمحتي عالجيها احسن لها. اي بنتك عالجيها. حاضر. انا كان صعبان عليا ان انا اسيبك في البيت لوحدك. ما انت اللي قلتيلي يا ماما. بس حلال فيك هتقطعي عيشي. مش هقطع عيشك ولا حاجه بس خليها تمشي وما تجيش هنا تاني. خطر. صح يا ماما. عالجيها يا ام امنيه. احنا اسفين. انا هسكت عشانك انت بس والله. اعتذري له. انا اسف.
اسفين يا استاذ. معلش يا زوزو. معلش يا غدا. اشتري يا بنتي بس. العافيه. تعالي يا حبيبتي. انا قعدت انصح يا ماما اقول لها بس يا سحر بس يا سحر وهي مش هتسمع كلامي. عالجي بنتك عشان كده ما ينفعش. اتفضلي روحيها دلوقتي مش عايزاها عندي تاني في البيت. انا اسفه. هروحها وهرجع على طول. اتفضلي. يلا قدامي يلا. حكي على ايه؟ دي مجنونة يا ماما. قدامي عشان تتغدوا قدامي.